وفي سياق متصل، باشرت اليوم مصالح ولاية الجزائر عملية ترحيل شملت 370 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 38 طفلا، نحو بلدانهم الأصلية في النيجر ومالي، مرورا بتمن راست، بعدما تم مساء أمس استضافتهم وتكريمهم بمركز مخيم الشباب بزيرالدا. هل العملية تدخل حسب مسؤولين بوزارة الداخلية ضمن الخناق على الجماعات الإرهابية والعصابات المختصة في تهريب البشر واستغلال الأطفال القُصّر؟ اليوم نهار تاع اليوم عندنا حوالي كل لي زونفون اللي حكمنا دوك لي زونفون اللي جبدنا من لي ريزو دو تريت دي بيرسون. عندنا حوالي سيد الرئيس شحال كاين؟ 38 كاين 38، دوك نجيبوهم نوريهم لكم. 370 لو غرو اليوم اللي نرحلوا اليوم، قرارات الدولة، قرارات الحكومة، قرارات الوزير الأول، قرارات وزير الداخلية، هو أن السلطات تكون صارمة في هذا الملف.